دايما الناس هتتكلم شويه على مركز حراسه المرمى اللي بقى عندنا مواهب فيه كتيره جدا. جرى العرف ان علاقه حراس المرمى ببعض مش جيده ولا جيده؟ لا مش جيده. مش جيده؟ طبعا. في الـ بعيد عن الاعلام وبعيد عن التعليق مش جيده. بعيد عن الاعلام طبعا. انت بتكلم في حضرتك هل ده في الاهلي برضو؟ طبعا اكيد طبعا موجود، وكان موجود فترات كبيره جدا، يعني ايام الكابتن سابت البطل الله يرحمه والكابتن شوبير والكابتن اكرامي، كان في طبعا صراع بين الكابتن سابت البطل والكابتن شوبير، وانا عاصرت الصراع ده. طب الجيل الحالي اكيد طبعا، يعني بس لما يكون الفروقات كبيره، كل ما الفروقات الفنيه تكون كبيره، كل ما الخلافات تكون بينها او المنافسه بينهم، او مش عايز اقول يعني الخلاف بينهم بيكون كبير، لكن لما يكون الجاب كبير قوي بين الاول والثاني بيقلل الاول، لكن لما كل الاثنين مستوى واحد لا بيبقى. كابتن طارق سليمان امبارح قال لي ان الفرق كبير جدا ما بين الشناوي واقرب منافسين، مقتنع انت؟ مقتنع جدا جدا. ده حقيقة. جدا. في نفس التوقيت كابتن امير عبد العزيز قال لي انا لو صاحب قرار في المنتخب هوقف ابو جبل. ابو جبل ممتاز جدا وعمل شغل كويس جدا، وده ما يقللش من الشناوي. الشناوي طبعا حارس كبير، بس كمان ابو جبل لازم ياخد فرصه، ما ينفعش منتخب مصر يبقى يعني حارس واحد على طول، لازم ابو جبل ياخد فرصه، فانا شايف ان ابو جبل لازم ياخد فرصه. هما الاثنين قريبين بعض في المستوى؟ قريبين في المستوى، لا الجاب مش كبير بين ابو جبل والشناوي، لا الجاب مش كبير. قريبين من بعض، فانا شايف ان ابو جبل لازم ياخد فرصه، لازم ياخد فرصه، يعني طبيعي جدا ان لازم ياخد فرصه. ما هو ممكن مثلا ممكن في مباراه يتصاب الشناوي مثلا لا قدر الله، بس المنتخب بتاع اخد فرصه، يعني المنتخب طول عمره على مدار تاريخه يعني بتاع ان هو يحضر حارس ثاني، يعني المنتخب دايما رقم واحد واثنين وثلاثه. بالظبط. ده صحيح، بس كمان لازم اثنين ده جاهز يلعب يلعب ودي. لا لا معلش، ما الخبره الدوليه مع احترامي في مباراه دوليه، كابتن سيف مباراه دوليه وديه، الخبره الدوليه مهمه جدا. ما هو انا برضو مش هقعد اركن الحارس جنب وياخد كل الماتشات الحارس الثاني وبعدين اجي لما احتاجه مش هلاقيه، لان ما عندوش خبرات الدوليه. مباراه مصر والبرتغال الوديه اللي كانت قبل كاس العالم اللي وقفها الشناوي وتعادلنا فيها 1-1، المباراه دي كانت تقريبا هي الفيصل في اختيار محمد الشناوي صح لكاس العالم الحضري، بس هو كان بس كان مكون وقتها يعني اعتقد ان المباراه دي بجد يعني اعتقد دي اللي حسمت الامور عند الجهاز الفني، ان لا الشناوي هو اللي يكون حارس مرمى في مصر في كاس العالم 2-1. هل العلاقه ما بين حراس مرمى الزمالك جيده؟ لا مش جيده. مؤكد مش جيده، واللي حصل واحنا شفنا تصريحاتهم وكلامهم على مواقع التواصل الاجتماعي وضحت ان العلاقه مش جيده، وطبيعي انا متفق مع علاء في الجزئيه دي، ان لا لما يبقى المستوى متقارب طبيعي ان هيبقى النفوس مش شايله من بعض، لان ده عايز يلعبه ده عايز يلعبه ده عايز يلعبه، هو مكان واحد في النهايه، فطبيعي ان لا في مشكله بصراحه في الزمالك. في مشكله الزمالك الثلاثه ابو جبل وجيل متقاربين جدا جدا جدا. يعني اي واحد منهم يشيل فرقه لوحده يعني، لكن